السلام عليكم، معاكم ندى من صيدليات سلامة. الفترة الأخيرة دي لقينا ضجة كبيرة قوي نزلت في السوق، الزيوت الهندي. ازاي كل زيوت الهندي دي أخدة ضجة؟ ازاي الحاجات دي كلها بتحل كل مشاكل الشعر؟ ازاي اجيب الزيت ده؟ طب انا عايزة اتأكد ان الزيت ده مهم لشعري. هنتكلم النهاردة عن زيت سيسا، فاحنا حبينا النهاردة نوضح ليه في فرق في الاسعار كبير كده، نوضح ازاي ابقى عارف بين المنتج اللي معايا سواء اوريجينال او فيك. هنتكلم النهاردة عن زيت سيسا. تمام، معايا عبوتين. هنتكلم عن الشكل الخارجي للعلبة، العلبة من بره شكلها عامل ازاي. اول حاجة عندي الشكل الخارجي للعلبة، تمام، عندي دي الازازة الاوريجينال، العلبة الاوريجينال، وعندي دي العلبة الفيك. اول حاجة عندي خالص هنا في العلبة الاوريجينال هنلاقي اللوجو بتاعها هنا بارز زي ما هو واضح كده بارز، والاحمر بتاعه احمر قاتم. كمان حوالين اللوجو هنلاقي هنا في شكل مختلف عن اللوجو بتاع الفيك، هنا اللوجو من تحت بس هنا اللوجو تحت وموجود فوق كمان. الاحمر هنا اقل في الدرجة وكمان مش بارز زي التاني، اللوجو الاوريجينال بيكون بارز. عندي هنا الفيك اطول شوية من الاوريجينال زي ما هو واضح كده. تمام، عندي كمان ايه، عندي من ورا هنا كمان في العلبتين عندي في تحت لوجو هنا في الفيك مش موجود في الاوريجينال، يبقى الاوريجينال مفهوش لوجو. في الفيك هنا في لوجو هنا مش موجود برضو في الاوريجينال، يبقى اللوجو الموجود سواء هنا او في الظهر موجود في الفيك بس. كمان السيريال نمبر بتاع الاوريجينال مختلف عن السيريال نمبر بتاع الفيك. هنلاقي عندي هنا طبعا اول اختلاف خالص كلنا هنلاحظه اختلاف الاحجام، ان عندي الاوريجينال هنا حجمها يعني بيضاوي شويه اطفان شويه، ده شكل طويل شويه طويله شويه. تمام، كمان لو جينا بصينا هنا هنلاقي اللوجو بتاع الاوريجينال مختلف عن اللوجو بتاع الفيك. تمام، هنا اللوجو حوالينه لون احمر، هنا اللوجو حوالين لونه اسود. تمام، برضو ده الفرق بين الاوريجينال والفيك. كمان لو جيت بصيت هنا هنلاقي الغطاء بتاع الفيك لونه احمر قاتم زي ما هو واضح، كمان بارز عليه سيسة واضحة، سيسة عندي هنا فيها بروز. سيسة التاني الفيك مفهوش حاجة، مفيش حاجة اي حاجة ولا لوجو عليه خالص، الاحمر بتاعه احمر فاتح. تمام، الاوريجينال من جوه لازم تكون مقفولة، لازم تكون مقفولة بالشكل ده عليها اللوجو بتاع سيسة. طيب عندي بقى الفيك بقى مقفول بقى؟ لا مش مقفول زي ما هو واضح كده مش مقفول. تمام، مستنيين اي استفسار ليكو او اي كومنتات. لو حد خد تجربة زي دي ان هو جاب منتج مش متأكد اوريجينال فيك، حاسس ان انا عايزة اتأكد المنتج اللي عندكم ده اوريجينال هنأكد لك، طب جبته من مكان تاني عايزة اتأكد برضو هنأكد لك. اي استفسار لاي منتج احنا مع حضرتك يعني اي وقت، ومنتظرين لو الفيديو عجبكم لايك وشير وكومنتات للفيديو. شكرا.